حياء القلب. خشية من الله سبحانه وتعالى بالإحسان. عندكم حتة إيمانية كده ونختم بيها؟ لما كنت بتكلم عن الحياء من الله سبحانه وتعالى، إنه ما يشوفنيش في مكان لا يرضى ولا يحب الله سبحانه وتعالى يشوفني فيه. يشوفني فين؟ يراني فين الله سبحانه وتعالى؟ في المكان اللي يحب اللي أمرني بيه. عشان كده كان معظم الفقهاء يقول لك إيه؟ واجب الوقت. إيه واجب الوقت؟ إيه أفضل عمل يحبه ربنا سبحانه وتعالى اللي المفروض عليكي دلوقتي؟ أنتِ إيه؟ أنا طالبة، أنتِ إيه؟ أنا مشرفة على المكان فأنا هعمل واحد اتنين تلاتة، أنتِ إيه؟ أنا بنت دلوقتي في قلب البيت فهبر أهلي وأمي. المكان اللي أنتِ فيه وربنا استخلفك فيه وقعدك فيه هو ده واجبك، ده أحب الأعمال إلى الله ساعتها. لما أجي أقول على الأقل ربنا ما يشوفنيش في مكان لا يحبه ولا يرضاه. على الأقل أعمل ما أحبه الله سبحانه وتعالى اللي هو إيه؟ أحب الأعمال إلى الله. الإيه؟ أحب الأعمال إلى الله إيه؟ الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ طب خلينا في الصلاة على وقتها. الله يفتح عليك. خلينا في الصلاة على وقتها. ما ينفعش تسمعي الأذان وهو ينادي عليك. الأذان معناها إن ربنا بينادي عليك. ما ينفعش ربنا ينادي عليك. افتكر اللي أنا بعمله لك، أنا بعمل لك رابط زين دلوقتي. افتكر إن ربنا بينادي عليك اللي أنا أمثل طبعا. وأنا شاب وافتكر إن ربنا بيقول لك يلا حي على الفلاح تعالي. سيبي اللي في إيدك وروحي. لو وظبتي الصلاة على وقتها ست شهور لا يمكن قلبك يستهى بعد كده. حالا دلوقتي، حالا دلوقتي. الحياء من الله انه يراني اعمل عمل وهو بينادى عليا منتظر الصالحين. والصلاة خمس فروض يا جماعة مش اربعة، يعني الفجر والله محسوب. انا ان شاء الله عندي يقين ان في المخيم انتم ما شاء الله بتصلوا الفجر والقيام وهكذا. الجمال انك تستمري على ما عشت عليه في المخيم، ده الجمال. حسن يعني اقول حسن العهد وحفظ العهد بيننا وبين المخيم ان احنا نمشي على الخطه اللي كانت موجوده فيه. هما كام صلاه الفجر معانا؟ طب المراه، طب الانثى، احنا كنساء تبقى فيها بقى. بصي هنا فينا سويه بقى. احنا كنساء ما ينفعش، ما ينفعش تكوني امل الله وملكيش حال مع الله. اجيب منين الحال مع الله؟ ركعتين القيام. ما ينفعش يعدي يومك وليلتك من غير ركعتين القيام. مش قادر يا رب كذا حصل مسكينه يا رب، عايزه يا رب، اريد يا رب كذا. ما بقولكيش ادعي. الدعاء هو معروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا يا رب اعطنا يا رب ترزقنا، هذا دعاء. اما الانس المناجاه حصل لي وحصل لي وحصل لي ويا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا. لازم لازم يبقى لك حال مع الله، لازم يبقى لك الركعتين دول. أنسى يعني حياء، يعني ما ينفعش يجي قيام الليل وانا ما بصليش الركعتين. ما ينفعش لينا كإناس يبقى لنا حد خلاف ربنا سبحانه وتعالى. طب ما انا عندي زبط كويس حلو، مال طب رومانسي حلو والله حنون بقى. وبصي يا ستي خلاص عرفنا ما عندي ربنا رازق وعريس حلو. طيب بعدين وقط كويس وام كويس، والله ولا الدنيا. الله وليك، الله وليك. انا كأنسى لا يقام لي حال الا بركعتين القيام. هي عايزه تقولي حاجه؟ قولي قولي. عن ركعتين القيام، انا في عيشة عندي انا وفي عندي اخت وسطاني واخت صغيره. اختي الصغيره طالبه الثانويه، تخرجت من 4 سنوات من الثانويه التركيه. كان هدفها هو الطب، فعادت اواسم ما مش الحقيقي شاطره كثير وعلامتها كانت عاليه على مدى 4 سنين. بالسنه الثانيه كمان نفس الشيء ما حصلت المقعد، السنه الثالثه كمان، السنه الرابعه حصلت. فوقت حصلتها سجلت بصاله تركيا لما امي باركت لها وكنا احنا عم نبارك لها، فقالت لها انه هذا الفضل رب العالمين. قالت لها انا على مدى 3 سنين عملت كل الاسباب اللي بقدر اعملها دراسيا وكل شيء بيطلع بايدي. السنه انه الصله الوحيده اللي وصلتني هي الركعتين اللي كانت بيني وبين رب العالمين. هاي الشيء الوحيد اللي وصلنا للقاعده، وهي القاعده موجوده حتى عندي. فمره من الايام بتذكر هي كانت عم تعيد اليوس السنه الثالثه، دخلت عليها بعد كان واصلها رفض بعد ما كانت احتياط رقم 2 في الجامعه. ف
نعم تبكي، يعني كانت علامتها 100، فكانت عم تبكي انه انا عملت كل شيء بايدي وما حصلت اللي بدي اياه. وقتها حكيت لها هاي بالسنه الرابعه لما وصلها المقعد، شكرت رب العالمين وصارت هلا اي حدا بده اقول له اياها اقول له انا اللي وصلني لحلمي هي ركعتين قيام الليل. ما ينفعش انثى من غير ركعتين القيام، دول اساس. لما بنتكلم عن الانثى، حياء مع نفسي، حياء مع الله، ان انا استحي استغفر حالي صلواتي ركعتين، حيائي مع الناس. موال طويل، لكن هقول لكم في كلمتين اتنين: خيركم من خالط الناس وصبر على اذاهم. رقم اتنين: اللي انت تستحي او اللي انت ما بتحبيش ان غيرك يعاملك بيه، انت ما تعامليش الناس. وكفافا، يعني في ناس مؤذيه صحيح، وفي ناس ما يستاهلوش، لكن انت بتعملي علشان هم ولا عشان ربنا؟ ارجع للمحور الثاني اللي مربوط بالمحور ده، الاحسان. يعني ايه؟ الله هو المحسن. ركزوا معايا في الاسم ده، لان بصوا دي من الاسماء اللازمه، مش بس الجامعه، اللازمه ليكي كست، كبنت تنفعك دنيا واخره وفي حياتك وفي جميع مراحلك. احنا عندنا الوكيل والولي والرب القيم القيوم والملك المليك والمحسن. المحسن يعني ايه؟ سبق احسان ربنا سبحانه وتعالى ليك اولا ابتداء، ده المحسن، وطلب مننا ان احنا نحسن للاخرين. طب يا دكتوره هل الناس دي ما تستاهلش والله، والناس دي اصلا مؤذيه وانا مش عارفه ايه وكذا وكذا وكذا، وبعدين ايه اصلا مش هعمل لهم حاجه تانية علشان هم ما يستاهلوش؟ انا بعمل ليهم ولا ربنا؟ ده رقم واحد، ده اللي خاطب بيه. بس امنع الاذى، لان في ناس توكسيك توكسيك، يعني لازم امنع الاذى. طيب اعمل الخير؟ اه. ليه؟ طب ما نفسيتي ونواياي. هديكي جمله واحده بس، بصوا: هل جزاء الاحسان الا ايه؟ المحسن يطلب منك الاحسان للاخر، والمحسن يقول لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان. معاملتنا مع الناس دايما حط لها زي قاعده كده: لك يا رب، حسبه لك يا رب، احسان مطلب منك يا رب انك انت تحسن الي دنيا واخره. حسبه يعني ايه؟ الناس اللي حافظه بقى ان انا احط العمل ها واقفل عليه، ما بيتفتحش الا يوم القيامه، حسبه لله عز وجل، ده مقفول. ايه ثوابه؟ لا معرفش. ايه جزاؤه؟ معرفش. طب ربنا هيعمل؟ اه. فلما اجي اتكلم عن انوثه، يبقى مظهر، مخبر، كلام، حياء من الله، مراقبه من الله، صوت، روتين جسم وروتين شعر وريحة طيبة وكلام طيب، أكون كالمؤمن. منين محل؟ قال لا ده إيمان كانت معدية من هنا، الشيء ده أهو أثرها.